مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. هذا الفيديو موجه إلى تلاميذ أولى بكالوريا علوم تجريبية وأولى بكالوريا علوم رياضية في إطار الفيديوهات المخصصة لدرس المنطق نوسيون دو لوجيك. في هذا الفيديو سنتحدث عن نوع من أنواع الاستدلالات اللي هو raisonnement par équivalence. وفي الفيديوهات السابقة شفنا لي كونيكتور لوجيك وشفنا لو raisonnement par contraposé. وباش تستفدوا أكثر ممكن تشوفوا الفيديوهات السابقة. إذن غادي نبداو بشنا هو الـ raisonnement par équivalence. الـ raisonnement par équivalence est basé sur la loi suivante. دونك هذا هو اللواء اللي كتبنا الـ raisonnement par équivalence. دونك عندنا P équivalent à Q, Q équivalent à R implique P équivalent à R. دونك هادي puisque هادي c'est une loi logique, كنعرفو بلي أنه la loi logique toujours vraie. دونك هذا اي توجور فري وممكن لكم تحققوا بانه توجور فري باستعمال طابلو دو فيريتي. اللي كيعرف يخدم طابلو دو فيريتي ممكن يوقف الفيديو هنايا ويدير طابلو دو فيريتي ديال هاد البروبوزيسيون كلها وغادي يلقاها بلي انه اي توجور فري. دونك ملي كنعرفوا بلي ان هادي توجور فري دونك هاد لامبليكاسيون حيت هادي امبليكاسيون هادي امبليك هادي اي توجور فري. دونك باش نبينوا بلي انه هادي فري يكفي اننا نبينوا بلي ان هادي فري لانه الا كانت لابليكاسيون فري وكانت هاد الاولانيه هاد البروبوزيسيون الاولانيه يعني اللي على اليسار فري اوتوماتيكمون هادي غتكون فري. دونك باش نبينوا بلي ان هادي فري يكفي اننا نبينوا بلي ان هادي فري. دونك الا كانت هادي فري امبليك لينا بلي ان هادي فري. دونك هنايا كنلاحظوا بلي انه هاد البروبوزيسيون كي استعملناها بحال واحد البروبوزيسيون انترميديير. دونك ويمكن لينا نستعملو اكثر من وحده يعني اكثر من واحد البروبوزيسيون انترميديير بحال هنا مثلا عندنا بي ايكيفالون ا كيو اي كيو ايكيفالون ا ار اي ار ايكيفالون ا اس امبليك بي ايكيفالون ا اس. باش نفهمو مزيان هاد الريزومون بار ايكيفالونس غادي ندوزو لواحد ليكزومبل. دونك ليكزومبل عندنا هو هذا ديمونتري كو كيلكو سوا اكس ابارتيان ان بلس لانفيني لا راسين ديال اكس موان 1 سور اكس اي انفيريو ايغال ا ان دومي. دونك يمكن لك توقف الفيديو هنايا وتاخذ ورقه وستيلو وتحاول انك تجاوب على ليكزومبل انطلاقا من هذاك الديفينيسيون اللي شفنا. هنايا غادي هنايا شنو هي ليدي اللي غادي ناخذو هنا فقط غادي نترجمو هادي حتى نلقى واحد البروبوزيسيون اللي كتكون سهله اننا نحكمو عليها بلي انها فري. دونك اشنا هي هادي غادي ناخذو هي هادي. دونك عندنا لا راسين ديال اكس موان 1 سور اكس اللي تنفيريو ايغال ان دومي غادي نديرو ليها الكاري غنديرو الكاري لهادي وغنديرو الكاري لهادي لانه هادي بوزيتيف. علاش؟ لان اكس هنا راه كينتمي ل 1 بلس انفيني دونك اكس سوبيريو 1 دونك بوزيتيف. دونك غنديرو دغوا باش ندير لهادي كاري وندير هادي كاري وغتبقى هادي ايكيفالون هادي. دونك هادي ايكيفالون هادي لانه عندي الحق حتى في الغاسين. دونك عندي الحق ندير الكاري وميمطون ندير الغاسين. دونك هادي ايكيفالون الكاري هادي انفيريو هادي ايكيفالون الكاري ديال هادي انفيريو الكاري ديال هادي. دونك الى درنا الكالكول هاد الغاسين غيمشي لينا مع الكاري غادي يعطينا اكس موان 1 و اكس الى درنا لها كاري غادي تعطينا اكس كاري. هاد انفيريو غيبقى هو هو وهاد ان دومي الى درنا لها الكاري غادي يعطينا ان كار. ومن بعد غادي نحدو المقام اللي غادي نضربو هادو هذا غادي نضربوه في 4 النوميناتور ديالو والدينوميناتور. دونك غادي تعطينا 4 اكس موان 4 سور 4 اكس كاري وهذا غادي نضربوه في اكس كاري. دونك الا ضربناه في اكس كاري يعني الفوق والتحت غادي يعطينا اكس كاري على 4 اكس كاري. دونك توجور هادي ايكيفالون هادي. دونك هنا عندي واحد لينيغاليتي اللي فيه جوج ديال لي فراكسيون وعندهم الميم دينوميناتور. دونك غادي يكون هذا انفيريور هذا دونك ايكيفالون ا اكس موان 4 اللي تنفيريو ايغال ا اكس كاري. وهنايا غادي نجمعهم في بلاصه واحده فقط غادي نجمعهم في بلاصه واحده غادي تعطينا بلي انه 0 انفيريور ايغال ا اكس كاري موان 4 اكس بلس 4. وكنلاحظوا بلي ان هذه سي تون ايدونتيتي ريماركابل اللي هي x moins 2 au carré donc est supérieur ou égal à 0 ou hadi la proposition اللي لقينا هادي ممكن نحكموا عليها بلي انه supérieur فعلا ou égal à 0. علاش؟ لانه سي تان كاري. اذا غادي نبدا من هادي غادي نقول سوا واحد x appartient à 1 plus l'infini on a x moins 2 au carré supérieur ou égal à 0. علاش؟ لان هذا
حتى هذا 6 كاري، وكنعرفوا بلي ان الكاري ديما تيكون بوزيتيف ايكيفالون هادي. علاش ايكيفالون هادي؟ لان من هادي فقط درنا الديفلوبمون ديالها هنايا، دونك ليكيفالون هادي. علاش؟ لانه هادي فقط الديفلوبمون ديال هادي، يعني فقط نشرناها، عطاتنا اكس كاري موان 4x بلس 4 سوبيريو ايكال 0. ومن بعد هادي راه غير كتبناها هنايا ودرنا ايكيفالون، بمعنى خلينا اكس كاري في واحد الجهه بوحدو، وخلينا هاد اكس 4x موان 4 في واحد الجهه، دونك عطاتنا هادشي ايكيفالون 4x موان 4 ايت انفيريور ويغال اكس كاري. ومن بعد شنو غادي نديرو؟ من بعد غادي نقسمو على اكس كاري. دونك الا قسم عندنا الحق نقسمو على اكس كاري. علاش؟ لان اكس ابارتيان ان بلس لانفيني، دونك اكس اي ديفيرون دو زيرو بوزيتيف نفس الوقت، دونك اكس كاري غيكون ديفيرون دو زيرو اي بوزيتيف. دونك غادي تعطيني 4x موان 4 سور اكس كاري اللي تنفيريور ا 1، بويسكو عندي اكس ابارتيان ان بلس لانفيني، دونك غادي يكون هنا غادي يكون هنا هذا بوزيتيف. دونك غادي هنايا غادي نعملو هادي فقط راه عاودتها هنايا ايكيفالون، غادي يعني نعملو ب 4، غتعطيني 4 فاكتور اكس موان 1 سور اكس كاري اللي تنفيريور ايكال ا 1. دونك بويسكو قلنا بويسكو x appartient à 1 plus infini، دونك x est supérieur à 1، دونك x moins 1 supérieur à 0. دونك هذا عندي موجب وهذا عندي موجب وواحد موجب، دونك عندي لو دووا باش ندير واحد ندير الراسين لهذا، وهذا غيبقى انفيريور وندير الراسين لهذا. هادشي اللي درت هنايا. ومن بعد غادي ندير الكالكول، يعني هاد 4 اللي كان تحت من الراسين ملي غنخرجوها غادي تعطيني 2، غادي تعطيني 2. هاد الشيء ديال تحت الراسين غيبقى فيه x moins 1، وهاد الراسين ديال اكس كاري تساوي في الحقيقه لا فالور ابسولي دو اكس، ولكن بويسكو اكس ابارتيان بلس انفيني، دونك فهو بوزيتيف، دونك لا فالور ابسولي ديالو هي اكس. دونك الراسين ديال 1 هو 1. ومن بعد هنايا غادي نقسم على جوج، من هنا لهنايا غادي نقسم على جوج فقط. دونك الا قسمت على جوج هنايا دونك غادي تمشي ليا هاد جوج، الا لاحظتوا بلي ان هاد جوج ما بقاتش، هاد جوج اللي كانت هنايا ما بقاتش هنايا لانه قسمت على جوج، وهاد واحد حتى هو كنقسمو على جوج. دونك غادي يعطيني لا راسين ديال اكس موان 1 سور اكس اللي تنفيريو ايكال 1 دومي. دونك انطلقت من واحد البروبوزيسيون اللي هي كنعرفها بلي انها صحيحه، ودرت واحد المجموعه ديال التكافؤات المتتاليه وعطاتني هادي في الاخر. دونك درت واحد المجموعه ديال لي بروبوزيسيون انترميديير وعطاتني داكشي اللي علاش كنت كنقلب. دونك هادي غادي تكون فري، دونك غادي نكتبو وهادشي علاش كنا كنقلبو. دونك غادي نكتبو بويسكو كيلكو سوا اكس ابارتيان ان بلس انفيني اكس موان 2 او كاري سوبيريور ايكال 0 توجور فري، توجور فري لانه كاري. الوغ هاد لا راسين ديال اكس موان 1 سور اكس اللي تنفيريور ايكال 1 دومي اي فري بور توت اكس ابارتيان ان بلس انفيني. دونك هادي مهمه، هاد اكس ابارتيان ان بلس انفيني لان هي اللي عطاتني الحق باش ندير مثلا هنايا الراسين، مثلا باش ندير هاد الراسين هنايا، باش ندخل هاد الراسين هنايا. فين دخل الغاسين؟ دخلته هنايا لانه خاص هذا يكون بوزيتيف باش ندخل عليه الغاسين. دونك هذا هو ليكزومبل. غادي ندوزو لواحد ليكزيرسيس باش نفهمو مزيان هاد الريزومون بار بار ايكيفالونس. دونك عندنا ليكزيرسيس هو هذا، سوا ا بي اي سي 3 ريال ديمونتري كو ا كاري بلس بي كاري بلس سي كاري سوبيريور ايكال ا بي بلس ا سي بلس بي سي. دونك يمكن لك توقف الفيديو هنايا وتاخذ ورقه وستيلو وتحاول انك تجاوب عليه انطلاقا من هذاك الشيء اللي فهمتي من ديفينيسيون ومن هذاك ليكزومبل قبل ما تدوز تشوف الحل. دونك حنا غادي ندوزو للحل، غادي نستعملو نفس الفكره ديال انها غادي نحاولو نترجمو هذا الشيء اللي عطاونا ديمونطري ونترجموه حتى نلقاوه في واحد الصيغه اللي ممكن نحكموا عليه بلي انه فغي. دونك غادي ناخذ هذه، دونك عندنا ا بي ا بي اي سي 3 ريال، 3 ديال لي ريال، بينا نديمونطريو بلي ا بينا نديمونطريو ا كاري بلس بي كاري بلس سي كاري سوبيريور ايكال ا بي بلس ا سي بلس بي سي. دونك غادي نجيبو هادو لهنايا، والحقيقه يعني غادي نزيدو لي زوبوزي ديال هادو هنا وهنا. دونك غادي تعطيني ا كاري بلس بي كاري بلس سي كاري موان ا بي موان ا سي موان بي سي سوبيريور ايكال 0. دونك هنايا كتبان ليا هاد ا كاري وكتبان ليا هاد بي كاري وكتبان ليا هاد موان ا بي، دونك بحال الشكل ديال ليدونتيتي روماركابل، مي خاصني واحد دو هنايا. دونك بويسكو خاصني واحد دو هنايا خاصني نضرب هاد الشيء كله في دو ونضرب هاد 0 في دو. دونك هذا كامل اشنو درت؟ درت ضربته في 0. دونك عطاتني 2 فاكتور ا كاري بلس بي كاري بلس سي كاري موان ا بي موان ا سي موان بي سي سوبيريور ايكال 0، لان 0 الا ضربناه في 2 غادي يعطينا 0. من بعد غادي نديفلوبي هادشي،
يعني غادي نشرح هذا الشيء، غادي تعطيني 2 فوا ا كاري غتعطيني 2 ا كاري، 2 فوا بي كاري غتعطيني 2 بي كاري، 2 فوا سي كاري غتعطيني 2 سي كاري، و 2 فوا موان ا بي غتعطيني موان 2 ا بي، و 2 فوا موان ا سي غتعطيني موان 2 ا سي، و 2 فوا موان بي سي غتعطيني موان 2 بي سي، و توجور سوبيريور ايغال ا زيرو. يعني دابا غير تنترجم داك الشيء اللي خاصني نبينو، يعني الا بينت هادي راه بحال الا بينت هادي بحال اللي بينت هادي بحال اللي بينت هادي، لانه هادي كاين ليكيفالونس بيناتهم. علاش؟ لانه طبقنا فقط هادوك القواعد ديال لوردر. دونك من بعد هاد دو ا كاري غنكتبها سو فورم ديال ا كاري بلس ا كاري، لا ميم شوز بالنسبه لدو بي كاري غنكتبها سو فورم ديال بي كاري بلس بي كاري، ولا ميم شوز بالنسبه لدو سي كاري غنكتبها سو فورم ديال سي كاري بلس سي كاري. دونك هذاك الشيء اللي درت، هاد دو ا كاري هي ا كاري بلس ا كاري، دو بي كاري هي بي كاري بلس بي كاري، وهاد دو سي كاري هي سي كاري بلس سي كاري، وهادو غيبقاو هما هادو موان دو ا بي موان دو ا سي موان دو بي سي، وتوجور سوبيريور ايغال ا زيرو. دونك هنايا كنشوف بلي انه الا جمعت هاد ا كاري مع بي كاري مع موان دو ا بي غادي يعطينا ليدونتيتي روماركابل. دونك ا كاري مع موان دو ا بي مع بي كاري غادي يعطيوني ا موان بي كاري. لا ميم شوز بالنسبه لهاد ا كاري مع موان دو ا سي مع سي كاري غادي يعطيني بلوس ا موان ا موان سي او كاري، وهذوك اللي بقاو بي كاري مع موان دو بي سي مع سي كاري غادي يعطيني بي موان سي او كاري. هادشي بينو بلي انه سوبيريور ايغال ا زيرو. دونك هادي ممكن نحكمو عليها، هادي ما فيها ما نبينو. علاش؟ لانه هذا سي تان كاري، هذا سي تان كاري، هذا سي تان كاري، دونك ثلاثه بهم موجبين، ولا جمعناهم الا درنا لا سوم ديال 3 نومبر بوزيتيف غادي يعطيني فعلا سوبيريور ايغال ا زيرو، غادي يعطيني واحد النومبر اللي هو بوزيتيف اللي كيعني بلي انه سوبيريور ايغال ا زيرو. دونك هادي واحد البروبوزيسيون اللي ساهل نحكمو عليها بلي انه فغي، او لا متفقين عليها بلي انها فغي. دونك هي باش غادي نبدا لا ريداكسيون ديال ليكزيرسيس ديالي. دونك هذا البغويون، هادشي ممكن نديرو في البغويون ديالو، ولكن هنا ملي غادي نجي ندير لا ريداكسيون غادي نطلق من هنايا، بحال بغيت ندير واحد العمليه ديال العكس ديال هادشي اللي ديال هاد العمليات اللي درت لهنايا، غنديرهم دابا بالعكس. يعني غناخد هادي لانه سهل نحكمو عليها بلا انها صحيحه. دونك غناخدو اون A moins B au carré plus A moins C au carré plus B moins C au carré supérieur ou égal à 0. Donc, on dit que c'est moins 0. Donc, on dit que c'est ça. Donc, équivalent à quoi? Faqat غادي نديفلوبي هادشي، إلا ديفلوبي هادشي غادي تعطينا هادشي كامل إلا نشرتو، غادي يعطيني 2 أ كاري بلس 2 بي كاري بلس 2 سي كاري موان 2 أ بي موان 2 أ سي موان 2 بي سي، هي هادي اللي كاينة هنايا، ديجا حسبتها. دونك هادي إلا نشرتها تعطيني هادي. ومن بعد هنا عندي واحد دو، ولكن انا كنقلب يكون عندي ا كاري، وهنا عندي دوك دو ا كاري، وكنقلب يكون عندي بي كاري، هنا عندي دو بي كاري، لا ميم شوز بالنسبه لهنا سي كاري، عندي دو سي كاري، ولا ميم شوز بالنسبه لهادو كاملين ما فيهمش دو، ولكن هنا فيهم دو. دونك شنو هي الفكره؟ الفكره بسيطه، هي انني غادي نسامبليفي بار دو، اولا غادي نقسم بار دو. دونك الا نقسم هذه على جوج، ولا قسمت زيرو على جوج راه غادي يعطيني زيرو على جوج هو زيرو. دونك غادي تشيط ليا هنايا ا كاري بلس بي كاري بلس سي كاري موان دو ا بي موان دو ا سي موان دو بي سي سوبيريور ايغال ا زيرو. دونك ومن بعد هادي وغادي نردهم لهاد جي، وغادي يولي عندهم لو سين بلس. دونك غادي هو غادي يلقى بلي انه ا كاري بلس بي كاري بلس سي كاري سوبيريور ايغال ا بي بلس ا سي بلس بي سي، وهادشي هو اللي كان مطلوب من عندي. دونك انطلقت من واحد البروبوزيسيون اللي تنعرفوها ولا اللي متفقين بلا انه راه فغي، ودرت واحد المجموعه ديال لي بروبوزيسيون انترميديير بليكيفالونس سكسيسيف، ولقيت هذاك الشيء اللي كانوا مطلوب منا اننا نديروه. يمكن لكم تلقاو لو ليان او الرابط ديال الكور في صندوق ديال الوصف، فيه كاع الفقرات ديال الدرس ديال نوسيون دو لوجيك، وفي النهايه ديالو فيه واحد لا سيري ديكزيرسيس ومعها لا كوريكسيون ديالها. الى هنا نصل الى نهايه الفيديو، وفي الفيديو المقبل غنشوفوا لو ريزونمون بار ديسجونكسيون ديكا. كان معكم الاستاذ رشيد العزوزي من قناه مطود رشيد، شكرا على المتابعه، نتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.